إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قصة كتابك الأربعون النسائية عن سؤالنا الحديث كصدن يتضباب باب النهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره باب هذا كان باب النهي المرأة إسلام تديد اللوت ديدي وأبابيهي أن تحلق رأسها مدحيرة إلى حيرته في حج الحج كدحلي سيكون حيرته أو غيره أما ميلا الحج كان يكون حيرته باب النهي المرأة هذا مد كانوا باب نهي المرأة إسلام تديد اللوت ديدي وأبابيهي أن تحلق رأسها مدحيرة إلى حيرته في حج الحج يكون حيرته او غيره اما حج ميلا هاي نايكو حيرتو حديث كان صوص على باب كاس معنيه سوي قالت با مسلمات با امات بانانا اني تنتي دا حيرتو تنتي دا اني حيرتو او سكين سلك كجري دا امات بانانا حتى مركا ادادو اي طهي وقفكو حجين ايو اما او امريسان ايو وقرآن كو شيغي محلقين رؤوسكم ومقصرين مدحيالك نبحيره إذا مركز عمره لأدان أنا حاجك أنا هو أقاب سيدا سنرى مدهن أي شيء إذا وليبا النبي قدت إيهي بدك مدحي ودحيره حاجك إيا عمره أو نبي يري اللهم ارحم المحلقين إلههم حريستو كوة تنتو دحيره حاجك إيا عمره أو اللي يري والمقصرين رسولك الله كوة قاب سيدانا قدت إيه أو يري اللهم ارحم المحلقين إلههم كوة حيره أم حريستو قول يري والمقصرين رسولك الله كوا غاب صدر ما دعاده كدرتي مركز يري اللهم ارحم المحلقين اله كوا حيرا اله كوا سن حريصو والمقصرين كوا غابين الله نحريص مركي افادو كبرام صدحات مركا ان ارين تحيرد دا مركا اي فضل غاس له اما سي قران كو شيغي اما سنادو شيغتي حقي غارتوت ايغا دو مركا امم بناوا اني خيران ayada dumarka waxaa laga rabaa marka xajka iyo umrada gutaan waa inay tinta gaabiyaan tinta gabadha oo dhan asaasta loo qabto oo maqas la qaato afooda looga jara fartaada xirinta ugu horeeyda xirinta soo kala laga jara bis marka gabadhu xajineeyso ama ay umraysanayso tinto idil lama ogola qayb kamid ama meel yar ama sigees kale lama ogola tinto idil ama zoonkeedii la socda mahram la socda kulliiba ninkeedii la socda ama walaalkeed la socda ama aabey qof un mahram la ma qasal qadan ama gabar kala ka jare saasan ka tinto dhan loo qabtay feedeeda waxa la jara farta xilinteeda intee la bis intaas laga rabaa marka kaleeto ayagu ay guriyooda joogan haday feedda ka jareyaan waa ka jare karaan laakin tinto da sakin salka inay ka galiyaan xaraam wey عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وغيري قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء دمرك كركوضا معها من الحلق حيرت إلى هيدا مصاري مركي حجين أيام مركي عمريسان أيام دمرك كركوضا مصارنا إلى حيران إنما وحك لماها على النساء دمرك كركوضا وحر هذا التقصير قادم gabadha markay xajineyso ama ay umraysayso tinta waa gaabine laakiin ma xireyso ilaahayna ma saarin inay xirto hasanul hadithu hasanu wa hadith hasan ah akhriyo hadithka waxaa soo saaray abu daawud wa darqutni wa dabarani wa akhriyo waxaa soo saaray at-tirmidhi wa an-nasa'i min hadith aliin min hadith aliin ka soo saaray at-tirmidhi wa an-nasa'i أبو داود يدار قدمي يتبراني من حديث ابن عباس عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس وغيري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم ليس على النساء دمرك كركو دا واجب كما أهان ما صارنا الحلق الحيرت
إلي حيران إلي هاي مصاري مكي حجريان إلي مكي عمري سريان وإنما وحك لماهان على النساء الدمرك كوركو روحا صارانو إلي هاي صاري وإلي هاي كوة جريي التقصير قابل أيضو إبادة حتى الله أقولين إلي حيران مرأيسا إبادة هاي مكا محيري كران وكسي فوقتها إذا حسن حديث حسن وحديث حسن حديث كانوا أخرجه أبو داود أبو داود أيها سو ساري ودار قدني أيها سو ساري ودبراني أيها سو ساري وأخرجه الترمذي والنسائي أيها سو ساري من حديث علي حديث كان مركوحو عطينا يا قبطنا إلى الحير توتين تيرا حتى وقتك إلى رضا لك مرهبه وقتك حتى إلى رضا مالك الدوريو إمام الترمذي مركو ولي حديث كبها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كديدي أن تحلق المرأة رأسها إن قبضوا أي حيرت ملحيدة رسول كديدي صلى الله عليه وسلم حديث كاس وحوى تعليق صار وغيري والعمر على هذا عند أهل العلم سيداث العلم نوع عاصي وحوى أي أمسيهم وصيدا لقد نقضوا المسلمين تكو عمل فلان وحي طاي قبض حاجي يبدأ أمس عمر إيسان إيسان مؤتمرة بقى محير إيسان مدحيدة لكن واقف سنة إيسان وغير الله يرون على المرأة حلقة إرمال المسلمين ثم أركان قبر دوشيرين وهذا حيريت ويرون أن عليها التقصير وحي أركان قبر دوشيرين وحصارا إنه يقف سطو حافظ بن حجر فتح الباريقة تسكى صبحات صفحات شنبطل تطرات يسدد وغليه وأما النساء ضمر كمية فالمشروع شيء شرع إله اللي في حقهن التقصير وإن إقاف صدام بالإجماع إنما المسلمين تبنسى سيكون إجماعين وإقاف سكران لكن ما يأينا يحيران مبارك فوري شرح تحفة الحوابك أو تمدك كل شرحه مركو شرح ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كديدي أن تحلق المرأة رأسها إن قبضوا أي حيرتين ما بحيرا أي في التحلولي مركي كحلال نقول إيسا حاجك يا عمرارا مركي سوقي أو مطلقة وفي حديثك وحاكوسك دليل دليل كتوسيا على أنه لا يجوز الحلق للنساء دمرك أمضى النار إلى الحيران في التحلولي حتى مركي حلالين يعني حاجك يا عمرارا بل المشروق لهن التفسير وحاكبها اللي يجري إلى القابيان إلى القابيان marka waa nuucaas uma banaana gabadha inay madaxeeda xirto xaqqa waqtiga ibaadada waqtiga ibaadada haafid ibn hajar fadhx albarig juska tornaad sadex boqol sideetan iyo sideed wuxuu leeyahay tanbiih kama yahrumu ala almar'ati asiyada fi shahri ra'siha sida ay haaraam uga tahay gabadha tinteeda inay tin kale ku xiriirido oo aan soo ogaanay gabadha inaan la ogolayn tinteeda inay tin kale ku xiriirido يحرم عليها حلق شعر رأسها وحاران كأقبادة مبحيرة تنتين كحيرتو بغير ضرورة هذا ضرورة كقران ضرورة هاتيسا كقران وهذا مثلا نظر مدحي كدعي مدحي مركو ربك كدعي نبتركي لقيم وعلى ربك نظر كان إلا الطرق وعلى يبدأ هاي مركا ماشي إلا حيرو الله بنيو مركا سوك لهو ضرورة وعلى حيرة ياسين نظر كلا الطرق ماشي على ربك إلا قرق ماشي حدين للدور اللي مرح مال كميدة إلا قراطين تي وإلا حيرا مركا حدين ضرورة ما طوال حيرا لكن أبدان ضرورة إمامين ما بنانا قبادة تين تيدا إلي حيرتو وما بنانا باب خطاب أيدي النساء وارجوليهن هذا كانوا باب خطاب أيدي النساء دونك جعمهو ده إلا إلا نوح باب كيكاد لأيوهي إيا وارجوليهن اللبوه ده باب خطاب ايدي النساء دمرك قعنوه ده إلا إلانو باب كي كهد لا يوهي إيه وارجوليهن لبهو ده حديث كان سوى الصعراء معنيه سوى باب كاس معناها كو قران ووحي تاهي قران ده وحا أبنان إلي قعنوه ده إلان مرسطو أما اللبهو ده أي إلان مرسطو أما ملحي ده أي إلان مرسطو انتبه أبناي انتبه أبناي إلي مرحا إلان مرسطو إلي قعمها مرسطو إلي اللغها مرسطو إلان كان شيئا إنه وقدود أما تشالي وحا حارانهم بنانين وإلان مدوئة
oo magciina ilaan laga dhigayo la leeyahay ilaan nuureen ah tasmado ee sawir magac laga bedelay haaran qad aan weeyo mara banana madawgu laakiin waxa laga hadlayo madawgu ma banana ma kan leeyahay madaxan ka hadlayo kana hadlayo gacmaha iyo lugaha oo ilaan ahaan waxa loo marsay gacmaha iyo lugaha kana hadlayo ee meesha haaraanta uu yahay madawga oo meeligu ku soo aroray waa tinta inay gabadhu madaxa marsato ama ninku madaxa marsado ama ninki garka marsado madawga xaaraanta kaas weeyey ee mid ilaan ahaan loo saaranayo ma aha. عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري او مات امرأة اسلانا سو تكتو سو اشارتي من وراء السترين ده جدال كيس بيدها دعمتي الحال كسو يهي كتاب كتاب الى رسول الله رسولك عليه سو اشارتي صلى الله عليه وسلم اسلانا مل ده جدال كيس النبي كتاب وسو تكتي كتاب وقت قرآن اللي رهدا او مات وي اشارت امرأة اسلان min waraa'i sidrin deh gabeerkiisa biyadii gacanteeda xaal ku sugan yahay kitaab biyadii gacanteeda xaal ku sugan yahay kitaab warqad ila rasuulillaahi rasuulka allahu soo ishaartay sallallahu alayhi wasallam faqabada nabiyyu nabigu waa laabay sallallahu alayhi wasallam yadoo gacantiisa kama qaadaba kalaab gacmihiisu kalaab ila inay istaartaan ka cabsan nabigu naga jiray ka ma taaba jirin faqabada nabiyyu nabigu waa laabay sallallahu alayhi wasallam يدو قعنتي سفقال وحر ما أتري ما أودي أيد الرجل أم يد امرأة قعنتان ما قعننا ما سوا قعنتم وكلا قروي وكلا قروي قال الوحي تنفر امرأة ما يا إسلام بانا هاي قال ما بقول لو كنت امرأة حدان إسلام تهاي لغيرتي وحد بدلي لهد أطفارك حد إديها يعني بن حنا إلا رات مرسالي هدوي سيدا منك أما فرع عداتين حباب دمر تهي ويتبدل لهذا فراها يعديها اعب الله مري لهذا اي منك اما اكاتين من اما اكاتين ملك الحديث كان هو حديث ثابت حسن حديث حسن وحديث حسن اخرجه ابو داود ايا صوصار والنسائل وصوصار عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري او مات امرأة اسلانا سو اشارتو سو تاكتي من وراء السترين ده جدال كيسي كسو تاكتي بيدها قعنتي رحالو كسوغيها كتاب ورقب ايهو قعنتي ده كتاب كتشيرو الى رسول الله رسولك اللي سو تاكتي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي النبي قل الله كاللابي صلى الله عليه وسلم يدو قعنتي سوى اللابي فقال وغير النبي قل ما أدري ما أوغي أيد الرجل المنين جعنتيسا أم يد امرأة ما سوى إسلام جعنتي قال روحي تري بل امرأة إسلام بانا هاي قال نبي قولي لو كنت أداب هالد امرأة حباد إسلام أخاليه لغيرت أطفارك إديها قد بدليه يعني بالحناء إلانا تكون بدليه اللي رجي ده إلان أدعمها إسكمر إليه يسيدا منك وما إديها حداتين ساسوه يمعنوه حسن الحديث الحسن وحديث حسن أخرجه أبو داود يا صوصار والنسائي نسائنا يا صوصار حديث كان مركب وقل نوع الدين إن قبض إلان مرسطو قعنيه إذا لقيه إذا إلي بنام تهي أي شيء بنام تهي ما هو يجب الكتا ويجب كما أحن إيه وشيء بنام وعي مرسكرتو وخروخنا إلهي وإنا سبحانه وتعالى أوسيي أو أبنيي كميتا أو أبنيي مركا إدياه مرسكرتا قعمها دامي مرسكرتا لغاها مرسكرتا عايشة الله ويدية قبرة ويدية أو واحد كتري إلانكا كورا مركا أي كتري لا بأس به واحد من ماله أنا قال لك واحد وقال بصلاهو نبيغا كركيسا نعايتين كركيسا يقصو كارو لبسجري فكان نبيغا إلالية ابن داود ينسي حديث كاسوريين حديث كان واحد هذا قبلها ويديدي قاتل أم المؤمنين محاد كلا هذا حناها ولي بحديث كاسوري يقول ليه ابن داود ما رح حديث كلا مريا لك هذا مركاس الكتري كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره الريحة ونبيغو مدب كيساوه تشعلا لكن كركيسا ما تشعلاين وليس بمحرم عليكم بين كل حيطتين
او عند كل حيضة مركا واحد الحرام من كما احان وانس كان مرسا كرتان لماذا حاجة تحدود اما حاجة كستان القولية او مرسا كرتان مركا الا انك قضاء اليها او بنيي و او بنيي هو مرسا كران ملحي مرسا كران وحي مرسا كران انقعمها لغاهي مرسا كران الا انك شيغي نوامدك قدودك اما وامدك تشالها مدو ما بنانا مقع الا انبه الله بحشد دي للربي ان رجع ايغا لكن ما مرسا كران رجع الا ان انقعناها مرسادان اما لغاها مرسادان دايسا جيريني دون جيريني هاي oo waxa uu dhaqtar u soo qoro yiraahdo ilaan mari waa baab gaara laakiin tuu caafimaad qabo lama ogola in xajir fiil bariga tuska tobnaad 306 iyo 7 wuxuu leeyahay wa ama khatb al yadayn wal rijlayn labada gacmood iyo labada lugood in la ilaamo fala yajusu lir rijal illa fi tadawi hada wadana halal uma ahan illa isdawayn iyo arin caafimaad ku saabsan inay ku timaado maahan marka waa nuucaas madaxa marka waxa la marinaana aad ha looga fiirsado midabkooda waa inuu jaalo noqdo ama gaduud labadaas labadaas la mari kara nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri in ahsana ma ghayra bihi shay irruuh lugu bedelo shayga ugu fiican al-himaa'u wal-katamu wa ilaanka gaduudka ah iyo katamka katamku madaw gaduudku jira weey madaw tiqa maahan wa madaw gaduudku jira ولا فهمي ان قدود كجلو ولا فهمي كاسا وحرا كتم كتم على رو مسكر قفكو مركا مدونه وا كجيره قدودنا وا كجيره ان حنهنا واعلان كو وا قدود كليا لبداس ايا لمرسكرا حديث كاترمدي ايا وري و خوري حديث حسن صحيح ابو داود و النساء و وري شناس ما وكو صحيح صحيح جامع صغيرك مركا نو عاسوي وا حرام in meelow la marsado madaxa ama ragga garkooda waa xaraan qadana nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar Siddiq aabiisa madaxu boosh iyo madaxu cad yaa loo keenay markay suuragal yiru hada bi shay'in wajtaribu sawaad ihradan dadbara waxaad ka fogaataan madawga madawga ka fogaada madawgu waa xaraan ma bannaana way laga fogaado imam nabawi rahimahullah شرح صحيح المسلم مجلد 8 افراد صفحه 112 الى 113 وحين هو استحباب خطاب شيء للرجل والمراه بصفره او قمره مذهب كان انك شافعيه والحديث كما هو شرحه وحا سنة الرضا الا ضروبه او اعلان لمريو لبا شيء مد ان لمريو جاله ان لغا دغو اي ان غدود لغا دغو ويحرم الخطاب بسواد وحا حاران ان مدوه ومريو وحا حاران قد عنا ما بنانا ما بنانا مركز الوقيل يكره كراهة التنزيه قيل وغير مدوه كراهة التنزيه والمختار التحريم قوم كالدورتي وحا حاران مدوه يسدو وجد محايلي لقوله صلى الله عليه وسلم نبي قيري وجد تنبو سواد وركفو قادة مدوه إلهي نوكو نيري وما أعطاكم رسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما بيقولوا ان سيره كقاطه وهنا كريبنا كجوغه وكفغاده مايك وين ان كهرنو او لغا هرن وحيارا حرامته وحا كميو تنتو كو سابسن ارادا الى تيفو نينكا جيركيس مركو كو اكل ولا حبو ارا صد حبو انو ستيف انو سيبو اما غابو مدخيدا ارادا اي كسيتو وارين قطر حالو سيبو دا واغو واحد اخيره خير كوين لهيد ما بيجي مسوبن صلى الله عليه وسلم وقول لا تنتف شيء الربا هتفننا حسيسي بننا الربا ما من مسلم قف مسلم متشرو او يشيب شيء في الاسلام او اسلام كبحديث كيروبا الا كانت له نورا يوم القيامه ما انت قيامه نور ونقر الربا نور يكون نقر ما انت مقدق وددك نارك كدادينيو او اي صراطك كدادينيو مقدق ليا مركاس نور يكون نقر الربا marka lama tifo laba siibo riwaayad kale waxay leedahay illa ka taban leh loo bilaa xasana qofka duu hal irreeyo yahay hal ajira loo qoray wa xudda anu biha khadi'a hal dambina walaba hida markaas waxa weyn raga fadaxada iyo ceebta madowdaysa jib ku siiyeen garkii waa ay soo dhashay gadaal waa ka cad yahay horada waa ka madow madax iyo jib ku siiyeen tinti ilaaha soo bixina meesha joogime hoos waa boosh aqrna waa madow الله وانا فضيحين
adduunkana waa fadeexo aakhirana waa fadeexo hal la iska daayo wax kasto Allah xarimay adduun iyo aakhiraba waa dulliye way la iska daayo wax kasto Allah xarimay baabu taqdiyati almar'ati wajhaha hada kanu baabu taqdiyati almar'ati islaam tu iray dabasho baabki ka day way wajha wajigeeda bi hadrati rijali rag meel jooga ragga ajnabi ajnabiga ka ah fayoonka ku rajulun abanin joogin jaysa lilmar'ati waxa u banaan an tubdiya wajha wajigeeda inay muujiro baabu taqdiyati almar'ati baab kanu wuxuu ka hadlaa oo u baab u yahay gabadhu inay dabasho oo dadato asturato wajhaha wajigeeda bi hadrati rijali rag meel jooga ragga ajnabi ajnabiga ka ah fayn lam yakun rajulun hadan meesha ku sugnay jaysa waxa u banaan lil mar'ati islaamta an tubdiya inay muujido wajha wajigeeda baab kan xadiidka soo socda macnihiisu weeye wuxuu baab kan ka hadlayaa gabadha muslimada ah haddii nin ajnabi ka ah uu joogo dariiqay mare gurigii nin ajnabi ku soo galay dariiqay mare waxa weeyaan xajj joogta umra joogta meesha rabta joogto gabadha haddii nin ajnabi ah uu arkayo wajigeeda inay dabosho ee diin ah wajigeeda inay dabosho oo ay wajigeeda indhashareer ku xirato ama mara kale ku dabosho sidaas ee diin ah sidaas ee diin ah baabu taqdiyati almar'ati islaamta inay dabosho baabki ka laayay weeye wajha wajigeeda bi hadrati rijali ragga meeshay joogaan ragga ajnabi ee ajnabiga ka ah fayn lam yakun rajulun hadan meeshas ku sugnaan jaysa waxa u banaan lil mar'ati islaamta an tubdiya wajha wajigeeda inay muujiso markaas u banaan tahay hadan rag ajnabi ka meesha joogin an abdullah ibn umara abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma qala wuxuu yiri qala nabiyyu nabiga yiri sallallahu alayhi wa sallam la tantaqibul mar'atu islaamtu ma inda shareerato islaamta al-muhrimatu ee muhrimada ah wala talbasul خفازين لا قعما قشيالنا ما قادت وقبضنا قوم حمدة وحج حرطي أما أمرا حرطي أخرج الحديث كواحا صوصاري البخاري بخاري أي حديث كصوصاري عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر وهو يري قال النبي النبي يري صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة اسلام تو الشرير ما حرا كرتو اسلام تا المحرمه حج يا عمره مد كميدا حراتاي ولا تلبس القفازين قعما قشيالنا ما حرا كرتو اخرج الحديث كان وحي سو صار البخاري حديث كان نبي وحو غا هدلايي صلى الله عليه وسلم دك حج يا عمره مركي غلايان دركه اي دغايان بدلايان مركه رجي والله سو هدلاي قميص ما حرا كرو نينكي إمامت ما قادة كرو معويس ما قادة كرو شاتي ما قادة كرو سرويل ما قادة كرو وحوياً لبضعو قادنا ننكي ماركو حاجك قريو ماركو قادة كري لبضعو بسو كسو الريبا وحكا لما قادة كرو فنانت حتى ما قادة كرو قابدا ماركا بركي دي وحي بدري دا الله وحكا كرا لبشي بس لبشي بس النبي قويري هالحجو جيدو وعند شريركا iyo gacmaha marada la gariyo labada calaacalo marada la xig ku faysayna la yiraahdo labadaas calaacalo la igiin calaacashana mid la gariin kana mid la gariin ku faysayna la yiraahdo Soomaali malaha ku faysayna la yiraahdo Soomaaliga ma aqaan marka labadaas taxmooda gabdhuhu gashadaan waa laba maro yaryar marka gacantaana mid la gariin gacantaana mid khalas labada calaacalo uu asturayaan labada calaacalo ayay uu asturayaan marka waa nuucas oo labadaas calaacalada gabadhu ku qarsataa qufaysay ee la yiraahdo marka labadaas ay bedelaysaa xadiiska marka al ilmigu waxay ka qaateen maadaama nabigu uu ka hadlayay dharkii la sida jiray in qaar kamid la joojiyo inay ahayd hadigi iyo dhaqankii saxaabadu inay gabdhuhu inda sharaa iyo qufaysay xirtaan oo xajka inta la aadin ay xiran jirin ilaa nabigu wuxuu ka hadlayay dharkii xajka koor la sitay إن مركة حج إيا عمر الله قلع عن الحرنين فأسا نبيه كاد لا يسوى الله عليه وسلم مركة حديثك وقوة تصيد هذه الصحابة إيا بقن كلا يقين إلو أها قبوه إلي قاتان قفازين أحاديث تعطينا إذا
gabdhuhu wajigooda inay dabeeli jireen aaday u far badan tahay tu sare waxa kamid ah xadiiska bukhari qeyrkiis ay wariyeen xadiiska ifkiga oo aaysha muraafiqiintu markay ku been abuuranayeen safarka markay aaysha kaluntay oo kirigeed ayadoo ah meel fadhida ugu yimid ninkii saxaabiga ah safwan ibn mu'attal markuu u yimid radiyallahu anhu xadiiskaas waxa ku jirtay kirigiis asagoo meel ayadoo kirigeed meel fadhida aaysha ayadoo kirigeed aaysha meel fadhida oo safwan u yimid waxay tiri marka fiiri markuu arkay waa i gartay oo waa i oqooday wa kana yarani qabla alhijab ay tiri hada ka soo fiirsan wa kana yarani qabla alhijab ayuu kirigeed ahayd ma ila sharaxnay waa i arkay tiri markuu i gartay markuu i arkay waa i gartay see u gartay marka waxay tiri inta ilaahay hijabka waajibin uu arki jiray macnaheedu waa maxay hijabka markii alla waajibi kadib inaan nin ajnabi arko marka gabadha saxaabada ah markii xijaabka la waajibiyay ka gabaal nina ma arki jirin ajnabi ka ah waxay leedahay sababtu ii gartay waxay ahayd intaan xijaabka la waajibin uu arki jiray macnaheedu waa maxay xijaabka markii la waajibiyay kadib ima aragmin weliba xadiidkaas waxaa la socda oo saxiix min xibaanka ku sugan oo musnadka imaam axmed ku sugan oo mucjamul kabiirka tabaraani ku sugan وخمرت وجهي بجلباب مر الله مركو نينك انا اركاي وجهي وخان كو دبوشاي جلبابكي وخمرت وجهي بجلباب وجهي وخان كو دبوشاي جلبابكي ساسيلاف سوبجيديت مركا صحابدا قبلها الصحابياتك اني وجهيان كود دبول جيرين ااده عبدان بلانتا الهي قولك سيدا هو يري سبحانه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ايات اسكرا وخليه نبي واحد كتر حاسس كاغا قبلها عاد نفسي ايو دبرك مؤمنين تا كرار ايو كركين جلابيبته سي لاس ماركا سميدان ارينتاس waxay u dhawdaa in la idin garto gabadha dhowrsan اخلاق فيعن له دين فيعن له قبل حرون ادوما اهين ان تيين الله ان غرانا مركاسنا منافقين يا بدك شروياش ان دين مايان دعنتني لا سؤال مايان هل هو اوغري غبدا ان حجابني او واخ وين درع خفيف كا ولاتو موريانك كستفتو كدغه غشو كدغه ما تن دلايا كدغن لكن غبدا جيركيرو بن استورتي موريانك حقو كاستاغي ما اودو ان غعنتيس لا سؤادو ما اودو ان لا سؤادو marka ilaahi weynaa in asturayeen in ilaalina in xifinaya ee xijaabka qaata ayadaas marka waxay sheegayda gabdhii in laga rabo inay korkooda jalaabibta ku soo raariyaan jalbaabkana waxa la yiraahdaa marada madaxa korkeeda laga soo raariyo ee kor inta laga soo raariyo hoos loo raariyo hadii madaxa korkiisa laga soo raariyana wajigiya madaxa kamid ah ahlul ilmiga quraanka fasire ee sarafki iyo qalafkiiba sidaasay u sheegeen inay aayadan u sheegaydo gabadhu wajigeeda inay asturto ibn jarir dabar imam mufassirin marku aayada macnaheeda sheegay waxa kamid ah hadalkiisa fabayana ehe quleeyay fabayana rahimahullah tawhid an al itna'a al ma'mur bihi yaani taqdiyat al shughuri wal wujuhi quleeyay waxa kamid ah aayada macnaheeda marku fasirayo soo raari inta ilaahay amray always amray macnaheedu wuxuu yahay gabadhu tinteedii iyo wajigeedii inay daboosho oo gabadha doonada ay khilaafto saasulee Abu Bakar Jisaas ahkamul quraanka marku fasirayo aayada wuxuu leeyahay fi hadhihi alayati dalalatu ala an almar'ata shafata ma'muratun bi satr wajhiha عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لألّا يطمع أهل الريب فيهن آيات بانوحا كسوغان قبار دطلن يرادعا وقبار قور لتشك قبطا وعن قارن دائدة أي كقوصتي وحويان قور قبار دقور برتشك قبطا ودائدة عن وحويان كم قد بن دائدة دمر كقوصة جرين دمر كوداي موقتا قبوبان oo ay leeyeen ka korsi dhaafaan wax weeyaan xijaabku waajib kuma ah waajib kuma ah wal qawaid minan nas
والقواعد من النساء اللاتي لا يجون نكاحا فليس عليهن جناح الى ان قد دمرك غورك كفر يستاي دمرك اسدنب كركود ما اهن حتى اسك دغان حجاب بكره قادنيا عادي وحو ساكدوده جو جلسانه قادنيا مرادي كرو وينده دغيا لكن وحا لا ياب لبل غبدي اول درع خفيف فسيته يا غربصار ايي وحي دغي مركه الكيس جاء بدرع توري الليله وينه وغوليه وحا ويان غبطه مركه دد غاران واي كفر استن غورك وحي دغيان جلبابتي ayaba wariba aan ismu jinna u leeyeedid sawba jeedid marka wuxuu leeyahay Abu Bakar ayada asba ku sharxayo gabadha dhalinyarada ah waxa la amray inay wajigeeda ka asturto ragga ajnabiga ka ah oo ay muujido asturnaan iyo dhowr sanaan markay ka baxayda gurigeeda si aysan u damcin ragga ahlu shakiga ah si aysan u damaxin marka sidaas ay ilmiguna u cadeeyeen u sheegeen dhaqankii saxaabaduna sidaas ayuu aha dhaqankii saxaabaduna sidaas ayuu aha Aisha bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anha hatta waqtiga xajka oo indha shareerka la diiday waqtiga umrada oo indha shareerka la diiday gabadha wajiga inay dabasho loo diiday ee waxa la diiday mara wajiga loo tolo in wajiga lagu xiro ila fiir hadda ragina qamis waa loo diiday maxwis waa loo diiday loo mar diiday dhar xirtaan waajib ay ku tahay dhar xirtaan dhar xiraanaya ay awreeyo ku qarinay ragu maxwis ma qaada karo sarwaal ma qaada karo qamis ma qaada karo ma iru go xirtaa marka gabadha ila sheerka marka loo diido xajka ah xataa markaas wajigooda inay dabooli jireen ay sheegaysa Aisha bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anha wa waxay tiri Aisha kaana rukbaanu yamruuna bina wa nahnu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam muhima waxay tiri ragga safar ka ahna soo mari jiray annagoo nabiga la joogno muhimaad ah oo xaj noo xiran yahay ama cumro fa idaa haaduu bina sadalat ixtaana jalbaabaha min ra'siha calaa wajhiha marka gabadh annaga naga mid ah marka raggaasu ay soo ku soo aadan yihiin jalbaabkeeday ku soo raarici jirtay wejigeeda fa idaa jaawasuuna kashafna markay ragga ajnabiga naga gudbeen aan wejiga bana jirnay حديث كاس ابو داود ايا وريي ابن ماجه ايا وريي احمد ايا وريي ابن خزيمه ايا وريي وكذلك اسماء بنت ابي بكر الصديق وحي تري كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا ننتشد قبل ذلك في الحرام وحي تري وجيالكينا رجا وين كدبولا جيرني مركز كو انغو شنليسينو ان حجكي اما عمره حرام دورينا اي وحين رجا اركينا خلاص وان دبولنا وجينا wechigeen waan taboolanayna ahlu ilmiga noo caasay u cadeeyeen xaafid ibn hajar fadhul bariga juska sagaalad safhada laba boqol soddon iyo shan wuxuu yiri sidaan walam tazal aadatu nisaa'i qadiiman wa hadithan yasturna wujuhahunna alal ajanibi kama suurin dhaqankii dumarka muslimaadka waqtigii hore iyo waqtigii dambeba inay wajiyeelkooda asturaan oo ka asturan rabbi ajnabiga ka ah saas u leeyahay fiiri ibn hajar wuxuu ka soo guriyay ibn al-mundhir inuu yiri wa ajmacu ala anna al-mar'ata talbasu maqida kullahu wal-khifa wa anna allaha an tuqaddi ra'saha wa tastura sha'raha illa wajhaha fa tastulu alayhi thawba sadlan khafifan tasturu bihi an nadari al-ajanibi ulamaa muslimiintu waxay ku jumaaceen gabadha marka ay xaj iyo umra xiranayso markii awl ay qaadan jirtay waa qaadan marka laga reebo maradii wajiga loo tolo indha shareerka aha indha shareer ma xira karto laakin mara kale weynay wajigeeda ku soo raaricida oo ay ragga ajnabiga uga asturanaydo saas u leey Xaafid ibn Abdul Barr tamhiidka juuska 15aad safxada 47 ilaa 49 wuxuu leeyahay wa ajmacu culimada muslimiinta dhan waxay ku jumaaceen أن الله أن تسدل الثوب على وجهها إن القبض حق ليضاها إن المرك صرع إلى وجهها من فوق رأسها مرح كركي سيكسر على إنسدلا خفيفا تستطر به عن نظر الرجال إليها مرى خفيفة أي مرح كركي سيكسر على إن وأي رجع أجنبك في رأيه وقع أسطران إلى وجهها وقبض حاجة ومحنطة إسكده متكلم marka ulumada muslimiintu halna ay tawaysla ogol yihiin sida Xaafid ibn Cabdul Barr uu soo naqliyay
حافظ بن حجر أيان كسو نقليني حافظ بن حجر وكرو كسو نقليني من المندير علماء المسلمين نوع عاصي أول الشيغان قابت دا ويتشي إذا إني دروشة والدين وانا دقن كي صحابة ودقن كي سرفك ودقن كي علماء الدنب ودقن كي علماء يهور مسلمات كقبضها السلاسة دقن أو أحا لكن علماء المسلمين يسكو كلافسين وحي طاي مواجي با ما سمعهم واجي معنى يغفير هل مادة الإسلامات دي دانا قابت دا ويتشي إذا أسطورتا قابت دا سدين يكو دقن طاي قابت دا سأجر إلهي كاكسبطاي قابت دا سدريقة دي صحابة إذا كتاب إلى جمع وبلان قادة وين مرتاي حق أسطوركاس نانكاس أسطوركا بين أول بنا إني كرع عضال ربا الظاهرة وباطن الله راعه لكن محيسكو كلافسين علماته قابت دا أيضو أن ويتشي إذا أسطورين أيضو هورت أجر كاس كقضي لكن مدن بودي مثل مدن بابين مثل الله سبحانه استعوين طاس العلم قوالي مدن بابينه وحوالي أجر الآن أجر كاسي ويدي ما هاني كدن بابين مين او واجب الله سبحانه واجب معهن ونبرا قبرا سيدة سمرين ماكا ما داما ليس لأو قولي انو دي يهي ما داما ليس لأو قولي انو أجر ليه يهي ما داما ليس لأو قولي انو بطن كي صحابة يهي عديك الدريقة في حالة نبقلية بها مخ طريقه وانا يسال نبقلية مخ sidaas ayaa wanaagsan waxa uu maraynaysaa waji lugaha gabdhaha haday muqraan ayaga warkaba taagne gabadhaas waxi jeedna haday agteedu muqato agteedu bay muqato xadiiska nasaay tirmidi abu daawud ay wariyeen nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man jarra thawbahu min al-khuyala lam yanzur illahu ilayhi nin kamaradiisa kidig u jiida ragga surwaalaba qamisyalka macawisaa aan qowga ka hoos mariya إلهي وحن حريصك ما في ريو وحن حريصة إلهي يكون في ريو عجب أيو اسكي أم السلام الزوجين النبي أي واحد تري يا رسول الله كيف تصنع النساء بديورهن رسولك إلهي دمرك أي فرق ودم حيكو سمعين أي دي لين مرد دي لجيد عجب كإمام قال من غير ترخينه شبرا هل تاكو أيات شنشطة إحبتك إذا هوس أغير هدينا بل هل تاكو شنشطة كب الله هذه الشنشطة تحبت كده لغب لها التاكو أكتوا مقرن قال أم سلامة وعلتري إذا تنكشفوا أقدامهن هذه اللي إذا الشنشطة تحبت كده التاكا لغب لها بو عليه ومقرن ينقردها قال نبي محمد يري صلى الله عليه وسلم ترخينا ذراعا ولا تزين عليه وحوين دمركي وحي خار إليا هل ندن هل ندن الشنشطة تحبت كده لغب لها ماذا كسي يادين إياه بل ندن وحصارت الشنشطة احبرتن كده كابل الله هوس أرد حقيقة وحاطول كمرا بيرا فضعيس حقيقة وي وكاس هديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفكت دانين ايه إله رأي عن شكر ربا هديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنوع عاص مالك قبادة مسلمات دعا وإلي سيداس ياشو وچير كيلو من اي أسطرتو او اي إلهي اغبقضو حقنا رب وين اغبقا واحد اسكار كيدا qofana saga tagaus kiisiba diin ahay aqoon diinado dheer aan lahayn oo is aamiya qale waxa weeyaan in dhashalku diin maaha iskale waa uu ka ogyahay ilaahay diinkiisa ma jiro dambi ilaahay laga galana waxa uu weey in waxa weeyaan diinta laga hadlayo aqoon loo lahayn wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhi hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhi ila ruhulahu subhanahu wa ta'ala war arabkina tilmaanta utimaana dartay haddiimina waxana xalaal ah waxana xaraam ah idinkoo qoro lahayn waxa ka imaana in ilaahay ku beer abuurta in ladii yaftaroon ala allah kadib allah yuflihun dadka ilaahay ku beer abuurta ma liibaana in shareerku diin ma aha hadda tiraahdo ilaahay baad ku been abuuranaysa qofka ilaahay ku been abuurta dunida kale ma liibaano marka ilaahay uga baqa gabdha xijaabkooda u daaya waa diintoodi waa doqoodi waa dhaqankoodi waa dariiqii salafka صالحة وطريقة الصحابة وأسطر كودي مرك إلهي إن الله أبقى أولا نبقى اليوهي حديث ككلمات شرح وصالح وغيري المحرمة محرمة حالي لذا وكبرد حق كرمتا أما عمره لما لا سألنا محرمة المحرمة التي وقبرد أهلت حرتي بالحج أو العمرة المحرمة التي وقبرد أهلت حرتي بالحج حج أو العمرة عمره لا تنتقب ان الشرر محرانا الى حال ورجيدا لا تستر وجه وجهك اذا كما استر كرتو بالنقاب ان الشرر
بالنقاب ان شرير كما استوري كرتو فغير المحرمه غرد ان حج الى عمره حرمين تستروا وايكو استوري وجه وجهيده فغير المحرمه غرد ان محرمات باهين تستروا واستوري ايد وجه وجهيده ان شرير واكو خيره سداس ويه باب هذا كان باب وباب في اباحه التحلي للنساء في اباحه التحلي اسقرحنت بنين لبنيي وبابيهي للنساء الدمر كلو بنيي باللباس الحريري دارك حرير تاي حرتان اسكو قرحيان وبهي الذهب الى حرتان اسكو قرحيان باب هذا كان باب وباب في اباحه التحلي اسقرحنت بنين لبنيي وباب كانوا كهضلا للنساء الدمر كلو بنيي باللباس الحريري دار حرير اي حرتان والذهب ذهب اي حرتان باب كانوا كهضلا دمر كالهي وكو حراريي ان الحرير حرا كران حرير توا دار او تشيل حسن اد تشيل حسن او ده وقت هو اللي هيل جيري حتى ان اللي هيلنا بعد هذا حرير اصلي من صناعه يلا يرى معنى لهين حرير تمركا إلهي يا حراري وادد آد جرجر حسن رغا وا كحارم دمر كالهي وبني لننك وعلى ربا جيركي سنو قوي هي ايوغي انو دفاع على ربا مسلمين تا الاليو او غالبا كدفاعو غبدا لكن ما دام ان الهي جهاد كو واجبين اون دغال اي حرب اي هرتن لغا ريبين كركيد انو جلخو وا صح مركا حرير تا دمر كاس كلا رغا وا كحارم ذهبك الهي با قبدها و حلاليه اني حرتان او اسكو قرحيان رغا وا كحارم من شلم دلو داب كلا لادا عدو علم وعويان وا كحارم مركا رغا رغا وا كحارم عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وغيري حرم ولغا حرام تنميي لباس الحرير حرير تحرشده والذهب ذهب كحرشديس على ذكور امتي امتي ده رجوده والحل واللي حلاليي ذهب كي حرير تحرشده ummad deeda kuwada dadiga dubarka ah waa loo xalaaleeyay wey waa loo xalaaleeyay arabi muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi rasulki ilahi sallallahu alayhi wa sallam qala rasulka wuxuu yiri hurrima wala haram tinmeeyay libasul hariri wa dhahabi dhahab iyo harir xirashadooda in dhahab la xirto ama harir la xirto ولا حرام تنميي وحنا لغا حرام تنميي على ذكور امتي امديدا حقوده امديدا كو رجع الهبك اه ولا حرام تنميي وحل ولا حلاليي حرير يداب الا حرته لاناثهم امضى ددغوده امضى دبركا وحوي ولا حلالي امديدا وحوي دبركوده ولا حلالي ولا حلالي حديث كان وحديث ثابت حسن حديث حسن وحديث حسن صحيح او صحيحه اخرجه احمد امام احمد هي المسند كيسه كو سو ساراي والترمذي والترمذي يا سو ساراي والنسائي والنسائي وا سو ساراي حديث كان مره هو حديث صحيحه وحونا عبيد يا حريرته يداب كرقه وا كحارام وبنانا دمر كان واو حلال او الهي با او حلاليه إلي قاطان إلي قاطان ويسكو قرحيان إلهي با أحلاليي حقنا إلهي با كحرام تنميي وإن حدود الإلالية وقف والبابا وحي ألا أحلاليي كو قاب صدا وحي إلهي كحرام تنميي وكفو قادة باب إباحة اللبس الثياب هذا كان باب إباحة اللبس الثياب مركا حرشبي سبنين تلبنيو أبابيهي مركا المعصفر اصفر كالمريي اي ونحو يا وحي لمدعا للنساء الدبركا اللو بنيو اللو حلالي باب اباحة لبس الثياب مركا حرشدي سبنين تلبنيي وبابيهي مركا المعصفر اصفر كالمريي اي ونحو يا وحي لمدعا للنساء الدبركا اي اللو بنيي باب كان وحو كهاتلا مركا نوع كميت اح اوه محي وقر لمرييي رينشي ليرا اصفر اصفر كوه جيد او بلك عربتا كبحا وليبا يمانتا يو كبحا
marka geedkaas caleentiisa la tumaa dharka lagu rinjiyay jiray waagi hore oo la mari jiray marka dharkaas gaduud dhawaan noqdo qarna jaalo noqdo waa ka xaraan ragga dumar kana oo xalaad ragga waa ka xaraan dumar kana oo xalaad an abdullah ibn amr ibn aas qala abdullah ibn amr wuxuu yiri raa nabiy nabiga arkay sallallahu alayhi wasallam alayhi korkeeliga thawbayn labada maro mu'asfarayn usfur lamariyay geedka usfurka la yiraa laba maro lamariyay faqala nabiy wuxuu yiri a ummuka amarta bi hada mooyada ku soo amartay macnaha shaqadan dumar ka iskale markan dumar qaadan jiray seedu qaadatay way wa inkira nabiga sallallahu alayhi wasallam qultu waxaan idin aqsiru ma mayra oo miyan ka mayra rinjigeen qala nabiy wuxuu yiri bal ahrikuma gub waynad gubta kafiri si abad allaha reebay soo ma jeedid si abad ayaa looga reebay an abdullah ibn amr ibn aas wa amr ma an umar abdullah ibn umar ma wa abdullah ibn amr abdullah ibn amr ibn aas qala wuxuu abdullah ibn amr ibn aas raa nabiy nabiga ku arkay sallallahu alayhi wasallam alayhi korkeeliga thawbayn labada maro mu'asfarayn usfur lamariyay faqala nabigu wuxuu yiri a ummuka amaratka bihada ma hooyada aa sidaan ku amartay maxaa loola jeedaa waa inkiraad nabigu arrintaanu ku inkiraa la yaaban yahay waa ku diida waxay arrintu kuma banaana imaam nawawi raximahullah sharaxa saxiix muslim ka juuska 14aad 76 raqamka waxa weeyaan juuska 14aad safhada 76 wuxuu leeyahay xadiidka macnihiisa asagoo sharxa macnaahu wuxuu yahay hadalkaan nabigu u leeyahay a ummuka amaratka biyada ma hooyada aa sidaan ku amartay macnihiisu waxay tahay anna hadaa min libaasi nisaa'i wa zayhinna wa akhlaaqihinna arrinkaanu waa dumarka dharkiisa waa labiskooda waa dhaqankooda saas wayuley ninkan hadda waa ka xaaraan dumarka inuu isku shabahe dumarka inuu isku shabahe ninka waa ka xaaraan sida gabadhaba ay xaaraan uga tahay inay ragga isku shabahdo marka nabigu sidaas ugu inkiray qultu waxaan idhi aqsiluhuma ma mayra qaala nabigu wuxuu yidhi bal axriquma maya gub waxa la yidhaha kanoo kale taxsiir oo weliba maaliya wey waa lagu ciqaaba isu mar dambe u laaban mar dambe inuusan u laaban xadiiun xasanun saxiix maya maya waa sadrina waxaa tira akhrajahu muslimun muslim ayaa soo saaray akhrajahu muslimun muslim ayaa xadiidkan soo saaray athawbul mucasfar maxaa la yidhahda athawbul mucasfar athawbu marada marada almucasfaru ee cusfurka la mariyey athawbu waa maro dheh laga raba meeshaas athawbu waa maro maro almasbuuqu lagu rinjiyeeyey bilcusfuri waa maro rinji looga dhigay cusfur marada rinjigeeda laga dhigay cusfurka taasa waxaa la yidhahdaa athawbu lmucasfar الثوب المعصفر والثوب مرا المصبوغ اورنجي لوغا دغاي بل عصفر جيدكا عصفر كا ليرهدو او عصفر كا اسغو مخو يهي وو يرا العصفر عصفر نبتون وجيد جيدكا سو بارض العرب دوكا عربتا كو سوغان او كبخا العصفر عصفر نبتون وجيد جيدكا سو بارض العرب دوكا عربتا كو سوغان يسبغ به وحلا لوغو رنجييه waa geed calentiisa inta la tumo iyo waa geed wax lagu rinjiyeeyo oo midab marada loogu yeero waqad warada waxaa soo arooray ma yufiitu wax faa'iideyna biannahu asfar inuu jaalle yahay oo axmar ama gaduud u yahay gaduudna waa noqdaa jaallena waa noqdaa labadaas uu kala yahay maxaa loola jeedaa ummuka amaratka biyada hooyada ma ku amartay macnaahu wuxuu yahay anna hada marada usfurka la mariyey من لباس النساء دمر كدكيسو كميت تاهي وزيهن لبس كودة يزي كودة يقاب كودو كميت ياهي قاله النووي إمام النووي أيها سياس يري أن مسألة واحد شرته ولمرو أي كهدلان مرد جدودا من مقادة كرا أصفر لقري أن مرد جدود أقون برد كلام الحين برد كلام مالي أيها هاتي مرد كلام كودة شرا وقادة كرا ومثلا إمام ده جدودا وكرا رقا قبقاتان ayada haddii waxa ku dhex jira dun cadaan oo aad u fara badan laakiin haddan bar gaduud ah ma aha bar kale lagu arag oo marado dhan ay tahay gaduud oo tiq ah oo aan midab kale ku dhex jirin
من مقاده كرا عمر هو اسكو خلافا الامام العلامه ابن قيم بنانو يرهد مركي لو يدول ليره نبي واكي قاطه الحله الحمراء اسكو جوج جديدن كورن وحوله اسكو جوج جديدن مدافيا كلاك بخيري او سيده حتى امامات جديدن لو يرهد امامات ديوت دون بدل او عاد كو دخجيرتو نو عاصو كلو كو تلماما العلم قال له وحي له جديد كما وحا رغا كحرامتا اي وحا كحرام اه جديد كو حدو اصفر يحي جيب كان وي وحا كحرامتا برك لمريي علماء اساس عبيدي وحا كميده شوكاني شوكاني وغيري وسبق الاصفر يكون احمر على نوع خاص وغن نقراوي رينجيغا او اصفركا جديد نوع غارا من انواع الحمره الجدود كان عيالكيسا كميده فلا يعارض هذا تن مكو إمانا يو ما ثبت من لبسه صلى الله عليه وسلم نبيغا وحي كسر نابي او اه انو حرتي للحلة الحمراء اسكو جوب قدودين لإمكان الجمع وحا سورتقال ان لغو جمع يو بأن تلك الحلة الحمراء كانت مسبوقة بغير الأصفر وحي اهت مرال لغو رنجيه وحا ان أصفر احين قدود كلي اهت او ان جيد كان احين او ان جيد كان احين مركز وقلية شوكاني ولم يرد في مطلق الصفرة أو الحمرة جدود كأما تشالها أو كريئة ما يقتضي التحريمة إنو حرام يهي دليل كينا يهي مجرو لي حدوصا أصفر أحين جدود كإنو رق حرام كي يهي دليل كينا يهي مجرو لي إمام الترميد الله تركيسا كتاب الأدب كسيداس وكولي يهي ووكولي يهي ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم حديث كان معنيس وكولي ورمال أكتو ذا كريه اللبس المعصفر وحي نعان مرادا جيدك أصفر كاللغو رنجيه راكو إلي حرطان ورأوا أن ما سبق بالحمرة بالمدري أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا لكن مرادا اللغو رنجيه وحكالي أو قدود مرادا دوسا أصفر أهين وحكي باطا مالي سيسولي مركا وحا رقا كحرامتا وأصفر كا ما أهين قدود كأوطان ما أهين waxa raga ka xaramta waa usurka saasay culimadaas u dhigayaan sidaas ayay u dhigayaan baabu tahdhir nisa dubay kay looga digo baabkiisii weeyay min idhaari zinati quruu ilay ummu jeen lirri jaare haga haga al ajnabi ee ajnabiga akaa oo min dhahabi dhahab ah quruudaasu wafiyaabi dar'a iyo nahwa wixii lamid ah baabu tahdhir nisa دوبك ان لوغه ديغو بابكي كادلاي وي من ادهار زينه قروخ ده الى امو جيان للرجال رقا رقا الى جانب اي اجنبي كا او من الذهب ذهب قروخ راسه وثياب طرقه الى نحو وحي لميطه باب كان وكو كادليا وها حاران كا غبده مسلمات كا ذهب كودا الى برك قروخ ده بلان ان رقا اجنبي هو كو اركان waxa barkeeda quruuxda badan gurigeeda gabadhu ku qaadan zoojkeeda ku aqaadan gurigeeda ku joogin meeshii dumar kale u joogay ku joogin laakiin rag ajnabiga inay ku arkaan ma ahan dahabkeeda in rag ajnabiga ku arkaan ma ahan oo waxa wanta gacanta jijima dahab ka soo buuxido saaka gacma beereena masidato gacanta kor u taagto oo dahabki iska muuqdo ayada markay adeegareyso waa musibo marka dahabkeeda in rag ku arkaan sax ma ahan cadaabad ka helaysa markaas عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي النبي أبو هريرة كوري صلى الله عليه وسلم قال النبي إرويري ويل عذاب درم للنساء الدمر وصوك ناضي من الأحمرين لبدا عصعص وغصوك ناضي عنها لبدا قد قدودان وي أدى هذه الذهب كحجيس وغصوك ناضي إيا والمعصفر معصفر كحجيس دمر كوحي عذاب كهريا لبدا قد قدودان والذهب كإيا مرادا عص وصفور كلمريي dahabk iyo maradaasi cadaab keenayaan loolama jeedo inay xirtaan lagu cadaaba inay xirtaan lagu cadaaba ma waa wax xalaal ah soo ogaan laakiin waxa lagu cadaaba waa rag ajnabiga inay u muujiyaan ila waa quruxdi iyo xaragadi saas weeyaan weel halaaq iyo cadaab daran lin nisaa dumar wuxuu uga sugnaaday min al ahmarayn labada gadgaduudan adahabi dahabk iyo wal mucasfari marada usfur kala mariyay مرى الأسر كالمريي إسناده جيد ثلاث كيسو وجيد حديث كأخرجه ابن حبان أيها صو ساري والبيهقي بيهقي روى صو ساري في شعب الإيمان شعب الإيمان كأيو بيهقي كو صو ساري
marka hadiidkaasna waxan ka ogaanay dumarka waa ka xaraan quruxdooda dahabka iyo marka quruxda badan inay astusan rag ajnabiga ka ah باب تحريم تشبه النساء بالرجال في اللباس هذا كان باب تحريم تشبه النساء دبرك الى اسكو اكيسيان حرامينتا لحرامتنيميي ويه بالرجال هو الى اسكو اكيسيان في اللباس دبرك اسكو اكيسيان والحركات دقدقات صوتك اسكو اكيسيان والكلام هذاك اسكو اكيسيان يا ونحو ذلك انت تصويحي لميد باب تحريم تشبه النساء دوبر كاينة اسكوية كيسيان حرامين تلا حرام تنميهي بابكي كاد لايوهي بالرجال رقا اينا اسكوية كيسيان وفي اللباس برك اينا اسكوية كيسيان والحركات بقبطاق اينا اسكوية كيسيان وقابك صعدك اسكوية كيسيان والكلام هلالك اينا اسكوية كيسيان ايو نحو ذلك انت يسويحي لمدأ بابكا وقوك هاد لايا رقا ايو دوبر كميت بقابة الهي او ابوري mid baqabu ilay amrin ul labisto waxa xaraam ah qoro qolada kale inay isku ekaysiido gabdhii inay sida ragga u labistaan waa xaraam inay sida ragga u socdaan waa xaraam inay sida ragga u hadlaana waa xaraam raggana into kala ka xaraam ah oo sida dumarka inay u labistaan waa ka xaraam sida dumarka inay u socdaan waa ka xaraam sida dumarka inay u hadlaana waa ka xaraam عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس وغيره لعن الرسول الله رسولك الله لعن ري صلى الله عليه وسلم المتشبهين كوا اسكوا اكيسيا من الرجال رقع حالة كمدين بالنساء الدمركة رقع دمركة اسكوا اكيسيا ما بيقوان على ذي ملعوني وين على قبيالة منك يقاتلش الباب يقولنو ان الشراء اسكوا تاقع وان على قبيل ملعون ninkii degaha dalooshada oo dheer kala laadiyay ama qorta gashaday ama faraati dheer xirtay waa macalqabe waa malcuun ninkii sida dumarka isku jajabiyay markuu socdo waa macalqabe ninkii gabdhaha gacmaha iyo lugaha cilaan ku kurta asagoo jireenay waa malcuun waa macalqabe waxa kale nabigu macalabay wal mutashabbihati dumarka isku ekaysiya dirijaal raga mina misay dumarka xaal ka mid yihiin waxa kale nabigu lacaday والمتشبهات كو اسكو اكيسيا من النساء دمر كحال كميدين بالرجال رج اسكو اكيسيا وان على النبي غبر رج اسكو اكيسيداي او اي دقي كرتو دمر كو مرك اد فسادا المجرمين اي نقضان خشوت كدب امادو دينو كاتلاتو سروال يشاتي اسكو تاغن داي رطو سروال يشاتي كريا مركا سي سقو لين غدخيس اه مركا وان على قبطه ويين الهي الحديث سكت درقتي خشوت يا دينو دنكت قبيساتاي وي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وغير عبد الله بن عباس لعن الرسول الله رسولك إلهي بعلن على ضي صلى الله عليه وسلم المتشبهين كوا اسكوا اكيسيا من الرجال رق ايضو كمدا بالنساء الدمر ايضو رق دمر اسكوا اكيسيين ايام ايو المتشبهات كوا اسكوا اكيسيا من النساء ايضو دمر كي كمدا بالرجال رق اسكوا اكيسيا وان على قبيال قواصنا إلهي وإنا سبحانه وتعالى رق قابو أبوري دبرك قابو أبوري قابو أمر إلا يقول بستان رقي دبرك قابو أمر إلا يقول بستان هذا الكود اسكما أكا سعود كود اسكما أكا قفك مركا أسابو جنسي وصنحين اسكو أكيسينا وعمو قطة إلهي أبوري سيسينو سنكو قنع صنعين حكمة دي إلهي لوك للدوين أولاد تقلما حديث كأخرجة البخاري إمام البخاري أيها سوى ساري حديثك مركا حديثك وقوتوصي إني حرام تهي إن قلبك لإسكو شبهدو إن قلبك لإسكو شبهدو إني حرام تهي وحيانه الوكال الدولي وحاكمت تصالي مركا قبل كميدة دون تولالك للي أما سميدة كولالك للي واللبط مركا دون تولالك للي وهالمرو وحريرت oo bii ba kartaa dad adduunka baa hadda inaan la haynba xariirta xariirta waxa laga sameeyay jiray duud baa la yiraado saxaradiis baa laga sameeyay ah duudka saxarada uu gadaal ka dhiga way xariirtu waa adduunka marada ugu qaarisay kaasay ahayn aan maradaas markaa dunteeda waxa iska leh dumar rag ma baxira karaan marada kareeto midabkeeda waa mucasfar marada oo mucasfar ka usfurka la mariyayna dumar ka iska leh inta kale dunta lama kala laha
لكن واحد كل ليله قاب الله حرام مره واحد دنتي مره اسك عادي اسك عادك واحد يكرت جبل الجلباب ويكتل كرتا من كرشاتي وكتل كره ام قميص محاير دنت مرضيس حرير اهين دنت لما كره لها مدبكينه وسمع اصفر اهين لكن مركز المحل الجديده اسك قاب الله تشو او اسك قاب الله حرته ما عبينا انقابك الذي وحعبينا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابي داود وكوري كتاب اللباس نبي انه وحو يري حديث كان وحو ابو هريره ايا ورينا وحو ابو هريره لعن رسول الله رسول الله ابن عربي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المراه منك مراد وحرت سيده دمر وحرت فيري وحل دينا وقاب قابك وحو ساكهان وحرت جلباب يا قوم وحرت قابك الدمر كمنك وحرت منكاس ومنك ملعون كان على قبها نبي وحو كرم عربي والمراه تلبس لبس الرجل يا غبدا بارك وحرت قابك منك وحرت قابك منك وحرت وحويا وحرام ما بنانا وحال ربا ان الهي بعدك كل دوي قف والبقابك الهي او ابوري ان اسخده قابك الهي او ابوري قف والبوي ان اسخده او قفنا قابك سي انت بديدو او سن قابك لا تسخن انو سن قابك لا تسخن marka qoroba qaba ilay wa boy wax yar badan ayaan lagu kala duwayn xeelad badan ayaan lagu kala duwayn tusare al-alamatu ibn taymiyyah rahimahullah majmu' al-fatawa juz ka koob ya tanashan baqal lihdan ya sham wuxu yiri hukisa lin-nisaa'i an yatrimna bid-dufi fi al-ahras wal-afrah tusare dumarka waxa loo rugseeyay arooska farxadaha ciidda oo kale weeye farxadaha arooska iyo ciidaha iyo إلي قربان قراح الكرام وأن الرجال على أهد صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد منهم يطلب بالدف لكن رجع قف كمده قربان ما قراح الكرام وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصفق بكف ما نستعب الكرام وصعبين تدبر كويوب بناراتا لكن رجع وكحارا وبب بنارا إلي لو صعب اسكو بفتام بل قد ثبت عنه في صحيح أنه قال التصفيق للنساء والتصبيح للرجال بنبي حكسوا أنه يري صعبين تدمر كايسكالي التصبيح دانا حقا إسكالي نبي قولنا على ذي حقا دمر كايسكو إكايسية ملكا يسوه يري دمر كايسكو إكايسية وانا على ذي ملكا يسوه يري ولما كان القناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء برامبركا قربان لقراعو صعبك مدام الشقادي دمر كايطاي كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال المخنف سلف كي صارحها مسلمين تير المدودي وحي كمك عالي جرين منك هيس لغو أركو أما سيقو وح قرقراع قربان إيو وحي وين مست قراع الله أركو أما منك صعبية وصيدة هذا أي سمية مركا شرارك لغو قد بيو منك صعبية مخنف ليرا إسماعي ليرا هذا رجا يسو بان إسماعي يالوي رجا صعبية بان إسماعي يالوي marka waa aad baqad u xun waqof ilaahay inuu ka baqo xuduudda ilaahay uu ilaaliyo qol kasta oo uu ku hadlayo waa la isweydiinaya ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun ati qofka qol kasta iyo ficil kasta oo ka soo fula ilaahay hortiisa lagu weydiin marka inuu iska socdo ma ahan oo wixii naftiisu rabtaba iska sameeyo waxa Allah amray waa in la sameeyo wixii Allah diiday waa in laga joogo xuduudda Allahna waa in la ilaaliyo kitaabkii sidaas ayuu noogu dhamaaday walhamdulillah mahabba maanta ilaahay baa iskale alladi allah bi ni'mati asaga min abisa minu xajisa nimcadaasoo minu xajisa ka ahatay taatin musalihat waxyaalaha wanaagsan oo dhan ay ku dhameystirtaan waxyaalaha wanaagsan oo dhan ilaahay ni'mtiisa lagu geeraa oo qofka ugu dhameystirmaa marka ilaahay noo dhameeyay baa mahad iskale kitaabkan intaas noogu idlaaday waxa naftayda هي النفط قبلها مسلماتك هي النفط قبلها دمان مؤمناتك حق مؤمنين تا دمان مسلمين تا وحان قدر دار ميا إلهي عبس ديسة هي حدود الله الله إلاليو دينك اللي إنا اللي قفل الله قولي دين تا إبن أمباهما إلهي با إلعشان ايا لكن أناك أباهما قفك دينك اللي إلاليو ويا أساقا كد اللي بي دينك أمباهما مركا قف والبابا دينك إلهي دين عيسى كا إلاليو نفتي سهو إلاليو إلهي هو دوادو إلهي وينها نغا أقبرا أساقا وحن ويديسينا رب العالمين إن علم النافع نوغا ديغو علمي أنكا أغسانا كتاب كان إلهي نوغا ديغو علم النافع وشان ديسا لغو غرو عجب كيسي عرديسان لغا بدبادو والدين تنين إلهي ودن بدافان إلهي ويديسانينا
علمادين معلمينتنا يا مشايخ دينا إلهي نؤدن بالدافو جنات الفردوسان أقريه علمادين الدين تنصابرتي رب العالمين.